أخبار اليوم. فأنا دلوقتي هنتظر كل هيجرن عليا وهكلمه حالا فصول بدون كنترول بدون بريد صوتي بدون تسجيل مكالمات. عبد الحفيظ فين الاختلاف في بصورة الفنانة جميلة إليسا؟ طول شعرها طول شعرها وأنا بقول لك اختلاف خط هتبقى مناشرة معايا 5000 دولار. في الآونة الأخيرة ظهرت عشرات القنوات الفضائية الجديدة المعلومة والمجهولة الهوية التي قد تبث من أقمار صناعية خارجية، وأكثرها يبث من القمر الصناعي نورسات الذي يبث من المملكة الأردنية الهاشمية، ولا توجد سيطرة عليها من إدارة هيئة الاستثمار كما يقولون، ولا تقتصر المسابقات الوهمية على برامج الفرق بين الصورتين، لكنها تمتد إلى مسابقات الحج والعمرة ومسابقات الإجابة عن الأسئلة ومسابقات المواهب عبر الخطوط التجارية. بالنسبة لموضوع المسابقات اللي هي بتيجي على بعض القنوات ده موضوع نصب، واخد بالك؟ بيقول لك ايه مثلا، لا الحق انت مش هتتكلم، مش هتغرم جنيه، احنا اللي هنطلبك، واخد بالك؟ وفجأة يروح فاتح عليك هو، واخد بالك؟ وبعد كده هو يرد عليك الكنترول، ما يردش كده كده، ايه واخد بالك؟ ده موضوع نصب، بالنسبه لي موضوع نصب برضه. كل ده حوارات. اولا بالنسبه للاعلانات ديت، دي اعلانات خادعه وكذابه، هم الغرض منها انهم يلاقي اكبر كميه من الناس يبدا يتصلوا بالقناه ديت عشان يكسبوا اكبر قدر ممكن من الفلوس، وفي النهايه ما حدش بيكسب خالص. دي اعلانات مضلله، ويجب على الدوله كاعلام او كحكومة انها توقف هذه البرامج مباشرة. اكيد بكله طبعا. اي حد بيخدع واول مرة يقول لك اتصل الاول، وبيتصل وبعدين بيقول لك اطلب الاول، وبعد كده مش هياخد منك فلوس، وبعدين بيبتدي يسرق رصيدك الاول، وبعد كده يقول لك اديني رنة بس، وبعدين انا مش هسحب من رصيد. هقول لحضرتك حاجة، اولا ده كله شغل بيزنس، وده كله الفضاء بيقدم الحاجات دي. انت فاضي وما عندكش حاجة ومعاك مال عايز تخفه، خش للمسابقة دي، لان كل معظم المسابقات دي اوانطة في اوانطة، وناس بيشتغلوا عشان البزنس، وتبص لا انت مقدم مثلا 100,000 جنيه ولا 100,000 دولار، بتجمع ملايين الملايين، لان في ناس للأسف الشديد عندها املها وطموحاتها متعبية في كياس بطاطس وغطاء مياه غازية واعلانات تلفزيون. انا ضد ده تماما تماما تماما، لان ما فيش فيها اي مصداقية وكلها اوانطة. المسابقات دي ما فيهاش حاجة، لان دي مسابقات بتسأل اسئلة عامة. رأي حضرتك هل هي بترفع الثقافة؟ في منها حقيقة كتير، وفي ناس بتكسب كتير برضو، دي واقع يعني. فديت ما فيهاش حاجة المسابقات. جربت قبل كده تشترك في مسابقات؟ والله في زميل اللي اشترك قبل كده وكسب. اعرفه يعني كسب. القنوات دي بتضحك على الشباب وعقل الناس اللي هي الشباب، الناس التافهة، وتتصل بيهم علشان يعملوا ياخدوا نسبة عمولة من الفلوس دي من الاتصالات من شركات المحمول. والحاجة التانية اللي القنوات اللي هي بتنزل المسابقات والإعلانات والتوك شو وبرامج التوك شو اللي هي أصلا ما يعني بتحرف يعني بتخلي الشاب من دول يتحرف والبنت من دول تتحرف، القنوات دي، لأن المفروض القنوات دي بتزيع عراية في الإعلانات. مفيش حتة التفكير فيها، يعني هو طبيعي ان هو هيحط لك حاجه سهله عشان عاوز يتصل بس ويكسب فلوس وحاجات زي كده. هو بس مش حاجه اكتر من كده، وكل القنوات دي اساسا اللي بتجيب الاعلانات دي بتبقى مجرد غسيل اموال، يعني من هدفهم اساسا مش ان هو يعمل حاجه صح، بيعمل غلط عشان يغسل امواله فيها. بس كدب طبعا، كل ده عشان يسحبوا الرصيد بتاع الناس بس ويفضوا فلوس تجيب الشعب المصري. الحقيقه كلها كدب صراحه، كلها كده، مش مقتنع ولا مسابقه فيهم ولا مسابقه. الحاجات دي على اساس اخد منها مكالمات واستنفذ مقاصد من الناس وفلوس من الناس بس، لكن هي الاعلانات دي كلها ملهاش اي لازمه. انا حتى لو بتفرج على برنامج انا بنسى كان بيقول ايه، على ما يعمل اعلان وعلى ما يعمل مسابقه وعلى ما يعمل مداخله انا بنسى، ما بكملش البرنامج كله. فطبعا لا، هي كلها اصلا استنزاف للناس يعني. بالنسبه لاعلانات المسابقات اللي هي بتيجي بتاعه ال 20 دولار دول 20,000 كلها حاجات عشان يكسبوا من وراها، ودي ما بتفتش حاجه لحد، كل ما هي المكسب للاتصالات شركات الاتصالات.
لكن ما هيش مكسب اساسا اللي بيتصل واللي بيرد على الحاجات دي كلها بتضيع وقت على الفاضي، تضيع وقت وتضيع مال الاسره على الفاضي. الناس اللي بتيجي في التواصل ديت اللي هي اكسب $1,000 و$100,000 كل دوت برضو حسيت انها عمليه نصب والدوله ما بتتحركش حتى لو ومن الناحيه القانونيه حتى لو رفعنا قضايا ووقفنا بس بيظهروا لك على قنوات تانية بتتقفل القناه بتفتح لك تردد جديد ما عملناش حاجه. طب دور الدوله؟ لا بس هو احنا هنمشي زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام لا يغير الله قوما حتى يغيروا ما بعوا انفسهم. صاحب القناه نفسه لو هو راجل مصري ومحترم ما يقبلش بحاجه زي دي، هو اللي سمح لنفسه ان يعرض بيبص للماده، الماده غلبت اي شيء، غلبت مبادئنا، غلبت احترامنا، غلبت الدين، غلبت الاخلاق. في الفتره الاخيره دي انتشرت المسابقات اللي هي بيحطوا مثلا صوره ممثل او نجم من النجوم بيقول لك طلع لي الفرق بين الصورتين. المفروض ان احنا اصلا يعني يبقى عندنا وعي اجتماعي من الاعلام ضد القنوات دي اللي هي بتروج للاعلانات اللي هي تعتبر هابطه، لان في بعض الناس بيستخفوا بعقولهم وبيتصلوا تمام وبيخسروا فواتير تليفونات كتير ورصيد كتير من تليفوناتهم في مقابل على ان هم عندهم عشم ان هم يكسبوا اي جائزه من الجوائز دي، علشان في ناس عندها ثقه في الاعلام وفي القنوات الفضائيه. فالقنوات دي تسببت ان لما الناس بتتفاجئ ان اتنصب عليها او دفعت فلوس فواتير كتير في التليفون او ماكسبتش ان كده كده القنوات الفضائيه شغاله في النصب، فهزت صوره القنوات الفضائيه والاعلام عندنا بالنسبه لبعض الناس. طب انت رايك ايه في المسابقات والحاجات؟ انا رايي المفروض ان يبقى في رقابه على القنوات الفضائيه عموما تمام، زي القنوات اللي هي المحليه اللي الناس بتتفرج عليها تمنع الموضوع ده، ما عدا طبعا في ان بعض الشركات من ضمن الاسلوب التسويق بتاعها بتعمل مسابقات بتوزع جوائز، دي حاجه طبعا واللي احنا بنشوفه على التلفزيون ان صوره نجمه وممثل طلع الفرق والأدلون. احنا ده كده احنا يعني احنا كده ما بنتقدمش بنرجع لورا، وده كده مش في مصلحه مصر ولا في مصلحه الشعب المصري. احنا خلاص بقت عصر الفضائيات وكده وصعب قوي تعمل كنترول على اي حاجه، فكل واحد بقى يبقى حريص على نفسه. يعني انا لو تعرضت للنصب القانون لا يحمي المغفلين، فانا استاهل بقى. انتشار هذا النوع من المسابقات وبهذا الشكل الواسع تعني أنها تجارة رابحة تجني منها بعض القنوات الفضائية وشركات الجوال الملايين، أما المواطن المصري فيبقى هو الخاسر الوحيد. مصطفى سعد، أخبار اليوم.